ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. شو حكاية العصابات اللي عندك؟ العصابات قالوا لي أنا عندي عصابات ويخفى ما قضية مرفوعة بي اللي أنا قديش عندك من قضية مرفوعة ضدك؟ ذولي وحدة تو وحدة برك؟ ذولي في بالي كان فما حدوخة في بالي اللي رفعتها ضدك ريم البنا أي تو مش عيب فنانات معناتها نبقاو فنانات والله حتى أنا عيب محاكم ودنيا وواحد وثلب وتسجيلات أخلاقيا لا يجوز عيب على الأخر وما هيش هذه التصويرة متاع الفنانات التوانسة أشوف نولي نعطي أنا في المحاضرات متاع الأخلاق معناتها لكن بالحق حتى وجهة النظر هو الفنان التصويرة متاعه متهلهلة بطبيعتها نزيد نعمل كيكاريت والله حتى انا قعدت بهته هيك اي ما فمش نار من غير دخان معناتها ما مشى انسان يشكي الا بعد احس بالظلم الشديد وقال يا اخي بون هي سامحني دقيقه هي شاكي بي على محاوله قتل وشاكي بي لان عندي عصابه الكترونيه نشاوه بها في صوره الفنانين دي حتى باللوجيك ما تجيش معناتها محاوله قتل اي فيش محاوله قتل انا نحاول باش نقتلها هي معناتها بيعث شكون باش يقتلها وفما حاجات وفما حاجات راهم نضحكوا عليهم راهو كيما توا معناتها هاك وفما حاجات صراحه يضحكوا معناتها هنا نمشي للشرطه ونبحث ونقول لي راني انا ما حاولتش باش نقتلها تضحك الحكايه مشيت تبحث اي بيان سور مشيت نبحث وصارت مكافحه وصارت مكافحه وتقابلتوا مع بعضكم تقابلنا وحكي معناتها قالت لك انت حبيت تقتلني اي ما قالت لي ما نحكيش معاها يعني. قالت للباحث بحث وتديرين عصابة لي متاع شوف الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة إذا كانت الوسيلة نبيلة إذا كانت الغاية نبيلة والوسيلة نبيلة هنايا راهو فما ناس مستعدين باش يعملوا كل شيء أعطيهم بركة يوليو معروفين ويحكيوا عليهم هذاك علاش أنا ما قمتش بإسقاط بالتسامح باش هي معناتها نحب نكمل الحكاية للآخر ما وانتي تاوش كي تبيع وهي جيت بعد الواحد قالت لي بربي وتنجبت بيك انتي ونخلي الفلان الثاني خد فما شكون ثاني معانا زيدا تو نخلي بي هو القضية وانتي نجبدك ونسامح ما تنجبد قاتلك نسامح نجبد الشكوى اي حكي المحامي متاعي حكي مع المحامي متاعي دونك قالت تو نجبد القضية ونسامحك انتي اما سايد الثاني كمل هو فهمت يخينا قلت لي توفى للاخر انا ما جيباني للمركز ما هوش بليش وتحكي عليا في التلفز وكل شيء ماهوش بليش هاتا ونشوفوا وين باش توصل القضية به منال هبط تسجيلات تسريبات صوتية أخلاقيا لا يجوز تسريبات صوتية بصوت شكون صوت ريم كون قالك صوت ريم انت قلت انا هبط انستغرام تاعي تسجيلات منين جاوك التسجيلات لو ما كنتش انت مديرة عصابة على خاطر الدنيا صغيرة ياسر أنا اللي حبي شوه لي السمعة متاعي الحمد لله يا ربي عندي مش عصابات عندي جيش إلكتروني لكن همش عصابة يحبوني إيه ما إنسان دونك. يبعث لك تسجيل وأنا نهبته أخلاقيا لا تجوز هو أخلاقيا لشكون ساعة للي هب أول حاجة للي هبط ملا هيك أنت عرفت اللي هو صوتها إيه ما كل شيء يوحي أنه صوتها عليه قالت ما هوش صوتي مفابرك قالت ما هي صوتي أي في البحث قالت ما هوش صوتي مفابرك كهو دونك ما هوش أنت يزي يا ماني دي ما هوش يحمل الإنسان على الصدق أما نشوف هي شوف سهلة برشا أنا كما قلت عندك في الإميسيون قلت أنا عندي الانستغرام متاعي إذا كنت حاول باش تدور بيا راني نفضحك دونك أنت قلت اللي أنا قاعدة نشوه في صورة الفنانين هاني أنا هبط لك مقاطع متاع أصوات اللي هما ما همش صوتك واللي أنت فيهم قاعدة تشوه في صورة الفنانين أعطيني توا شكون اللي عنده عصابة وشكون اللي يشوه أنا نحامي على روحي كيما النجم بكل الطرق لا بالطرق اللي هي حتى الحرب فيها أخلاق صحيت به